قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا ترطب الألسن بذكر الله وتطمئن القلوب بذكر الله وترتفع الدرجات بذكر الله وتنخنس الشياطين بذكر الله وتتنزل الملائكة والرحمات والسكينة بذكر الله وتنور الصحف يوم نلقى الله بذكر الله، وأفضل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وبحمد الله تزاد النعم وتدفع النقم. قال تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها نحظى بعشر صلوات من الله، بكل صلاة نصليها على رسول الله ونمتثل أمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. هذا، والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخ أحمد بن رافض: تركت الثانوية لما أغلق علي فيها، توجهت لدراسة العلوم الشرعية والدعوة إلى الله كالخطب والدروس. ما فهمت مرادك لما أغلق علي فيها، فما رأيكم أو توجيهكم في هذا؟ رأينا أنه لا مانع من أن تأخذ الثانوية وأن تدرس العلوم الشرعية أيضا، وبالله التوفيق. لتوابع لذلك: هل يجوز المرأة أن تنشئ قناة على اليوتيوب لشرح تلاوة القرآن والكريم وتجويده ومواعظ النساء بالصوت فقط؟ الأولى لها ألا تفعل إلا في وسط النساء، لأنه هناك أقوام غير صالحين يتعقبون مثل هذه الأشياء ويجسدونها. الحاصل: هل يجوز أن أذهب لشيخ يعالج بالقرآن؟ أنت فتاة ويخشى عليك من الفتنة، وما الفرق بينه وبين الدجال؟ هذا يعالج بالقرآن، والدجال يعالج باسم الأم واسم الأب والشعوذة والدجل. أقيم بالرياض، وعندنا يؤذن وعندما يؤذن للصلاة تقوم النساء وتصلي في الحدائق أمام الرجال بالنقاب، هل هذا جائز؟ من ناحية الجواز جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. سمير سل: كثرة الذكر دليل على كثرة الفلاح، فمن ذكر الله أحبه الله. جزاك الله خيرا وفرج الله كرب الشيخ عبد العزيز. فضلا: هل صح الحديث في قراءة سورتي الزمر والإسراء قبل النوم؟ ذلك حديث ضعيف معلول. قراءة سورة الإسراء التي هي بني إسرائيل والزمر قبل النوم كل ليلة حديث ضعيف. أم تطلب من أبنائها ألا يذهبوا إلى خالتهم، وذلك لأنها زعلانة بسبب زعل ابنها مع زوجته بنت خالته.
الطاعة تكون في المعروف، فسدد وقارب. بارك الله فيك يا أيمن. هل يجوز الاشتراك في شراء الأضحية؟ يجوز السبعة في بقرة أو في بدنة. كيف صلاة الاستخارة؟ هي ركعتان، وبعد الركعتين تقول الذكر الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. الإنسان إذا مات يحاسب فورا وإلا يوم القيامة. الحساب الكامل يوم القيامة، لكن في القبر أسئلة معينة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ نعم، يجوز للمرأة أن تذبح، تذبح الأضاحي لكن لا تذبح زوجها بلا شك. كيف يقاتل المسلمين مع الروم آخر الزمان؟ يجوز التحالف مع دول كافرة لدفع شر أعظم، والنبي قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ما حكم التشقير؟ التشقير جائز بضوابط: ألا تتبرج به لرجال أجانب، ألا تدلس به على خاطب، ألا يكون بمدة تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك ألا تكون المشقرة امرأة داعية إلى الله فتفتن الناس. ولدي رأى رؤيا بالملك ذي القرنين، رؤية الصالحين في المنام حسنة. سلام، جد صديقتي كان مريضا ولم يستطع صوم رمضان، وبعد رمضان شفي بعدها مات، هل يجوز الصوم له؟ هي تصوم عنه، هي تصوم عنه. الحديث: من مات وعليه صوم صوم صام عنه وليه. يقول: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هل تجب الأضحية على الحاج؟ الأضحية مستحبة ليست بواجبة، ويوم الحج الأكبر هو يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. هل يجب على كل مسلم أن يدرس العقيدة؟ لا، يلزمه أن يعرف ما يقوم به دينه. رجل قال لامرأتي: لو لم تذهبي من بيت أبيك إلى بيته يوم الخميس فأنت طالق. ولم تذهب. سأنحي رأيي وأفتي برأي الجمهور الآن في هذه المسألة. إن كان يرى يقصد الطلاق فيطالق على رأي الجمهور، وإلا فيكفر فيطالق على رأي الجمهور، بل الجمهور لا يفرقون بين المقصد من عدمه. عموما الجمهور يقولون: إذا لم يقع الشيء الذي علق عليه، يعني إذا وقع الشيء الذي علق عليه الطلاق يقع الطلاق عند الجمهور. ابن تيمية يقول: يلزم النظر إلى النية. غفر الله لي ولك يا علاء. يقول: ثبت يا أدمن شخص يعطي لأخيه الفوائد البنكية على مبلغ من المال. لا يجوز أن يعطي الفوائد البنكية لأخيه لأنه تلحق منه وجاهه آنذاك. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء الإسلام، نسأل الله أن يرحمه ونور له قبره ونفسح له فيه. يقول: أنا في ألمانيا ولا يوجد ذبح شرعي سوى على طريقتهم، هل يجوز أن أرسل المال لبلدي وأعطيه الأسرة المعوزة؟ ممكن ترسل المال لبلدك ويضحون عنك في بلدك. تقول: المفترض من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه، فإن فهم أن اللبس كله يكون سادة بدون تشجير أو تطريز،
يعني من أين أتيت بهذا الشرط؟ يعني من أين أتيت بهذا الشرط؟ أولا من شروطها أن لا يكون زينة في نفسه، لا يكون ملفتا للأنظار بطريقة فاجئة تلفت النظر الناس للمرأة، لكن أن لا يكون زينة في نفسه فمحتاجة تفصيل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت وحفظك الله، وجمعنا الله إياك في الدنيا على خير وفي الآخرة في الفردوس. شخص حج متمتعا وسعى للعمرة ولم يسعى للإفاضة، ما الحكم؟ عليه أن يسعى للإفاضة، يرجع ويسعى للإفاضة، هل طلب الرزق في هذه الأيام أولى أم التفرغ للعبادة؟ ما ورد أن الصحابة كانوا يتفرغون للعبادة في هذه العشر، ما ورد ذلك. قد قال تعالى فامشوا من في مناكبها وكل من رزقي وإليه النشور. أجبنا على سؤال الأخت أمورة، ممكن تقرأ تعليقي؟ هل يجوز حلاقة شعر الصدر عند الرجال إذا كان كثيفا يؤذي فلا ضرر ولا ضرار؟ هل شرط أن المرأة تتم رضاعة بنتها سنتين أم يجوز أن تفطم رضيعها في أي وقت؟ يجوز أن تفطم الرضيع في أي وقت، لقول رسول الله صلى الله لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حكم اللحوم المستوردة من البرازيل إن كانت زكيت هناك بإشراف هيئة شرعية جاز أكلها وإلا فلا. زوجي لي زوجي شخص وتحدث لي له عن مواصفاتي، بسم الله، وقال له أنه سوف أجيب له الدوار وهو مغربي، ما معنى هذا؟ قول عفوا، قل أنا اللي زوجي شخص أتى إلى زوجي، أتى إلى زوجي شخص، أتى إلى زوجي شخص وتحدث له عن مواصفاتي وقال له إني سوف أجيب له له الدوار وهو مغربي، ما معنى هذا؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذه علامات الدجاجلة فاحذريهم. هل يجوز للمطلقين أن يعيش في بيت واحد؟ إذا كانت العدة قد انتهت لا يجوز أن امرأة أجنبية، أما إذا كانت العدة لم تنتهي وهي تطليقة رجعية ألزمت بالبقاء في البيت، لقوله تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هل ورد في صيام العشر من ذي الحجة شيء؟ ورد حديثان متعارضان في الظاهر، أولهما ثابت وهو حديث عائشة رضي الله عنها ما صام النبي العشر في بيت قط، والثاني حديث من طريق خالد بن هنيدة، عفوا، من طريق هنيدة بن خالد، وليس بصحابي ولم يوثقه معتبر عن بعض أزواج النبي ما ترك النبي صام العشر في بيت قط، فهذا الأخير ضعيف. ويمكن الجمع في حال صحته بأن يقال إن الرسول أفطر عند عائشة وصام عند غيرها. هل لازم نصلي السنة؟ لا، لكن إن صليتها تثاب وتؤجر. هل يجوز صيام أيام ذي الحجة حتى يوم عرفة؟ يجوز صيام أيام ذي الحجة وذلك مستحب، ويوم عرفة لغير الحجيج مستحب لا ريب، أما للحجيج فلا يصومون، والأفضل ألا يصومون، وإن صاموا فلا إثم عليهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، ولكني لا آمر به ولا أنهى عنه. ما صحة حديث الجساسة؟ هو في صحيح مسلم. هل واجب علي أن أضحي وزوجي غير موجود؟ الأضحية ليست واجبة. سؤال عن هل الأضحية في كبش يجزي عن عائلتين كالكبش عن أسرة؟
تقول إنها محجبة وجوزي اسمه زوجي مش جوزي زوج، قدم الزاي على الجيم، حاب أوصل شعري هل يجوز؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الجهاد في سوريا، الجهاد ماض إلى يوم القيامة في سوريا وفي غير سوريا، وحيثما طبعا أنت تعرف أن صور الجهاد متعددة، صور الجهاد متعددة، فالفقيه يختار من صور الجهاد الصورة المناسبة للزمان والمكان. هل الدجال من بني آدم؟ نعم من بني آدم. ما هو أسوب للمتوفي الأضحية؟ وضع مال في بناء مسجد، في كل خير. حديث دخول الرسول مكة لحيته تضرب إيه بالدابة، لا أعلم عنه شيئا. يقول كنت في الهند وكان في ساحر يطعن نفسه بسكين وعليه تلبسات شيطانية، فقرأت آية الكرسي وانفلتت عنه الشياطين ودخلت السكين في بطنه ومات، هل أنا آثم؟ لست بآثم يا علي بن عزام، أنت فعلت خيرا، أرحت المسلمين من شره. لقد قتلت حفصة ساحرا. القرض حلال ولا حرام؟ القرض حلال، لكن قرض بدون فائدة ربوية. هل أنا من الرؤى والأحلام؟ اعذرونا لا نجيب عليه، هذا المقام ليس تفسير رؤى وأحلام. ما هي فضائل قيام الليل في أيام ذي الحجة؟ تلك أعمال صالحة. بسم الله. والرد، ما شخص لما يصلي يرى دخان، ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك بعد يكشف عند طبيب عيون، يمكن مريض بمرض في بصره. هل يجوز أكل مع سلفي وحماتي قاعدين قاعدة معنا؟ لا تأكل مع سلفك، سلفك أخو زوجك باللغة المصرية يسمونه سلف. لا تأكلي مع سلفك، فإن هذا رجل أجنبي ومدعاة للفتنة وأنت بخير. عمر، ما حقيقة قصة تهجم عمر بن الخطاب على فاطمة الزهراء؟ لا نعلم لها أصلا، وتلك من أكاذيب الشيعة الذين يلعنون عمر صباح مساء فيريدون أن يوجدوا مبررا لذلك. قل هل تقدمون أسئلة المصريين فقط؟ نعوذ بالله من العصبية الجاهلية. والله ما فكرنا في هذا يا أخي، مصريين أو غير مصريين، إنما المؤمنون إخوة، وفي كل محاضرة نختم إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، دعك من هذا النتن. هل يجوز العمل في نقل البضائع للماركتات دكاكين يعني وفيها لحوم الخنازير والخمر في أوروبا؟ إذا كانت البضائع كلها خنازير وخمر لا تفعل، لكن إن كانت مثلا بضائع كثيرة جدا وأنت مجبر أن يكون في وسطها كرتون خمر مثلا، فالعبرة بالأغلب، وقدر الاستطاعة ابتعد عن نقل الخمر، لأن النبي لعن حاملها والمحمولة إليه. هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجل الأجنبي؟ إذا أمنت الفتنة جاز. حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة، يرجع فيها إلى نيته. العرميطي، جمال العرميطي، هل يجوز العمل مع غير المسلمين؟ يجوز العمل مع غير المسلمين بضوابط، من هذه الضوابط أن يكون العمل في نفسه حلال. ثانيا، ألا تضيع فريضة من فرائض الله. ثالثا، ألا يهان دينك ولا يمتهن. رابعا، ألا يعاني الكافر بعمله هذا على إيذاء المسلمين. ما حكم أخذ تعويض عن التنقل دون تنقل؟ إن كنت تزور فأنت آثم. إلى أي حد تستطيع المرأة قص شعرها؟ تستطيع المرأة قص شعرها إلى حد لا تتشبه بالرجال في ذلك.
هل يجوز لي صوم يوم عرفة وأنا لم أقضي ديني من رمضان؟ نعم يجوز. حكم الدبلة الحديد للرجال. الحديث الذي ورد في الحديد وأنه حلية أهل النار أراه ضعيفا، والنبي قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، وهذا في البخاري. ثم إن القائل بأن قول النبي التمس ولو خاتما من حديد، يقول المعتل على التحريم بأنه للمرأة. نعم، وإن كان للمرأة، فإذا كان حلة أهل النار عموما لا تلبسه المرأة ولا الرجل. فأقول مكررا إن الحديث الذي هو أن الحديد حلية أهل النار لا يصح، وأقوى منه حديث التمس ولو خاتم من حديد فهو في البخاري. هل النقاب فرض على المرأة المسلمة؟ أعتقده واجبا. نعم. ما حكم الصيام يوم عرفة إن وافق السبت؟ صمه إن وافق السبت، صمه إن وافق السبت. والحكيني زيارة السيد البدوي، لا تجوز زيارة السيد البدوي. إن الذين يزورون السيد البدوي معتقدين أنه ينفع أو يضر، أهل شرك أو يفعلون شركا وقد ضلوا ضلالا بعيدا. وأحذر الناس من هذه الضلالات. وثم ضلال يقولون نحن في مولد، يقولون هكذا أهل الضلال عياذا بالله. السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، هذا من الضلال البعيد ومن الشرك عياذا بالله. سجدة التلاوة بدون حجاب جوازها بعض العلماء مع الكراهة، وهذا الأظهر والله أعلم. هل يجوز تعدد النوايا في صيام التسع مثل قضاء أيام الحيض في رمضان؟ لا، لا بد أن تحددي نيتك في هذا الصدد. ما حكم وضع سجادة للإمام فوق السجادة الأساسية؟ ما أحزنك يا أبا مصعب، ما في مشكلة. النبي قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة مش الخمرة، الخمرة السجادة. ابنتي لبست النقاب ادعو الله لها، نسأل الله أن يثبتها وهنيئا لها، وهنيئا لها بلبسها النقاب. فلا تلتفتي إلى الماجنات اللواتي كن فساق فأظهرن هداية ثم انتكسن ورجعن إلى التبرج والسفالة، لا تكوني مثل هؤلاء، ثبتنا الله إياك بالقول الثابت، لعل ذلك يكون قريبا يا محمد بن بدر حفظك الله. هل يجوز ضرب الأم لأولادها لتعليمهم؟ لكن ضرب برفق لا يفقأ عينا. ولا يخدر جلدا. فاطمة أحمد، هل الذي يسب الذات الإلهية تبقى زوجته على ذمته؟ هذا كافر، لا يحل للمرأة أن تقوم معه. أشكرك يا أبا مصعب، هذا الظن بك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه محمد بن حمزة حسام بن عسكر، وجعلنا الله إياك رفقاء الرسول الأمين. حكم تخصيص العشر من ذي الحجة بالقيام. إن سألت هل ورد عن رسول الله شيء في ذلك؟ لا أعلمه، لكن كعمل صالح وارد. أما جمع الناس كصلاة التراويح فلم يرد هذا، ولا يصلح أن يصنع، لأنه شيء جديد لم يكن عليه السلف الصالح. الأعور الدجال من يقتله؟ يقتله المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم. هل كانت لحية الرسول طويلة؟ نعم كانت طويلة، الله يوفقنا وإياكم. يقول طلاق المرأة أثناء زمن الحيض واقع، ما حكم ظلم الوالد الوالد لولده والتمييز بين الأبناء وأخذ مال أحدهم وإعطاء الأجر للآخر وتزويج أحدهم وحرمان الآخر؟ كل ذلك لا يجوز، والظلم حرمه الله. كفارة حرق القرآن إذا كفارة حرق الفئران والفئران كفارة حرق الفئران، استغفر الله. وأنوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار.
ولا وأن علي رضي الله عنه لما هم أو قتل أحرك من قال إن علي هو الله؟ قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أفعل، لأن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. كم يوم رخص المسافر أن يجمع ويقصر؟ إذا كان مترددا سأرجع غدا سأرجع بعد غدا، فطالما أنه متردد فله أن يقصر الصلاة، وما لم يتخذ دارا للإقامة أيضا. فالنبي طيلة حجته لم يتم الصلاة طيلة زمن الحج. ما حكم من يرسم شخصيات الكرتون؟ إذا كان يرسم ذوات أرواح حقيقية في مثلها على في وسط الناس يأثم، وأنصحه بالبعد عن ذلك. هل يجوز حلق الرأس واللحية قبل الذبح الأضحى؟ نعم، النبي فيما يتعلق بالحاج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. نحرت قبل أن أطوف، عفوا، طفت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج. أنا مقيم في ألمانيا، وكما هو معروف ذبح الأضاحي هنا يتم بصعقين بالكهرباء. هل يجوز أن تذبح الأضاحي بهذه الطريقة؟ إذا كان صعق بالكهرباء فقط لا يجوز. أنا إنما الذي أعرفه يا محمد أنهم يخدرونها بالكهرباء لإضعافها، وبعدها يذبحون. فإذا أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. مات ولم يصلي قط، هل أصلي عليه وأحضر دفنه إذا كان جاحدا للصلاة لا تصلي عليه، وإذا لم يكن جاحدا ولكنه بهذه الطريقة التي تذكرها فقد منع عدد من العلماء أهل الفضل من الصلاة عليه حتى ينزجر غيره عن ترك الصلاة. أرجو تثبيت في كل المدارس في الجزائر مختلطة، هل يجوز العمل كمدرسة في هذه المدارس إن اضطررت للعمل مع تنحيك بعيدا عن الرجال أثناء العمل؟ ما حكم خصام الزوجة لزوجها؟ خصام الزوجة لزوجها لماذا خاصمته؟ ينظر، ولكن الصلح خير. أريد أن أشتري بيت عن طريق البنك في السويد، لا يجوز لأنه ربا. ما هي أيام التشريق؟ هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ولا يجوز صيام 13 من شهر ذي الحجة. هل المسافة بين كل سماء 50 سنة؟ الحديث بذلك لا يصح. حكم الزوجة التي تعاند زوجها ولا تنصاع لأوامره، مع العلم أنه تم تحذيره أكثر من مرة، وإن واحد من الآن قد ضمنها ألا تعود وقد عادت. اصبر عليها يا أحمد، اصبر عليها يا أحمد بن حافظ. فالرسول أصر إلى بعض أزواجه حديثا، قال لا، هذا سر بيني وبينك، لا تخبري به أحدا. فخرجت وأخبرت الناس، أخبرت بعض النسوة. فزوجتك ليست خيرا من زوجة رسول الله. سماسم: فقدت بناتي وإيماني ضعف كثير. فقدت بناتك لكن لا تفقدي صلتك بربك سبحانه، ولا تفقدي إيمانك. هل المدخن دعاء غير مستجاب؟ ذلك أمر موكول إلى الله. تركت خطيبتي من أجل المكياج بعد ما قلت لها أكثر من مرة ولم تقتنع، هل ارتكبت خطأ مصطفى؟ لا، ما ارتكبت خطأ. يعني تضع مكياجا وتمشي في الشوارع، هذا تبرج، فتشكر أنك نصحتها أولا. شقتي تحتها مسجد، اضطررت لأن أصلي صلاة خلف الإمام فأنا أسمعه في شقتي. كنت تجهزت للنزول ولم أجد المفتاح فصليت خلفه، هل تعاد أم تقبل؟ على كل حال ما دمت اجتهدت ومضى وقتها فالصلاة صحيحة، لكن لا تعود لمثل هذا. أصبح شرط عدم عمل الزوجة غير مقبول يا شيخ، ما العمل؟ صالح صالح، يعني أنت تقول للزوجة لا تشتغل تقول لا سأشتغل؟ ابحث، الدنيا واسعة يا صالح صالح. هل الأولى نقول صالح صالح أو صالح ابن صالح؟ أيهما أولى؟ أذكر: ومريم ابنة عمران، ولا هل نقول مريم عمران؟ مريم ابنة عمران.
الرسول اسمه محمد عبد الله أو محمد بن عبد الله، عمر الخطاب أو عمر بن الخطاب، عثمان عفان أو عثمان ابن عفان، كذلك علي أبو طالب أو علي ابن أبي طالب. فسنة المسلمين ابن، لا تقل أحمد حنبل، لا تقل عبد العزيز باز، إنما تدخل الوسطى، لكن تقول جيمي كارتر، شارلي ديجول. فسنة الكفار حذف الوسطى، حذف كلمة الابن. وقال بعض أهل العلم في هذا الصدد إن أهل الكفر في أوروبا كانوا يسقطون الوصلة في الولد الدعي، الولد ولد الفاحشة، يعني لا يقولون فلان ابن فلان، لما يقولون فلان فلان. فلما كثر الأدعياء في أوروبا أسقطوا الوصلة من الجميع حتى تساووا بغيرهم، فتبعهم المسلمون. وإن الله وإن إليه راجعون. حكم الزوج الذي لم يرجع لطليقته متاعها وذهبها حتى صدقها أخذها وأنكر، ظالم في الجملة، لكن هي قضية تنظر. ما حكم التضحية بأضحية حامل؟ لا بأس. هل يجوز ظهور العينين واليدين من النقاب؟ يجوز اليدين، لا غطي اليد، أما العين فيجوز إظهارها، وإذا كانت فتنة غطي قدر الاستطاعة. حكم الدين في الأخ اللي بيسهر لإخواته، مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرتين، كبيرة السحر وكبيرة العقوق وكبيرة قطع الرحم. طلقت زوجتي بكلمة أنت طالق، وذلك بعد تهديدها لي بقتل نفسها إن لم أطلقها، فهل وقعت التطليقة؟ نعم وقعت التطليقة. وطلقت زوجتي بكلمة أنت طالق، وقعت التطليقة خلاص. لا لمس لعاب الكلب، لمس لعاب الكلب طرف ثيابي، اغسل مكان اللمس. هل قطرة العين تبطل الصيام؟ هي ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة. فإذا قال شخص أقسم بالله العظيم أن لا آكل ولا أشرب ووضع قطرة، هل يحنث؟ أراه لا يحنث، فمن ثم لا يفطر. يقول ما حكم ذهاب النساء للمسابح؟ تختلط فيها الملتزمات بالمتبرجات، وربما يكون هناك تصوير من بعضهن البعض، إذا كان هناك تصوير تبتعد، ولا يجوز أن تتكشف العورة أيضا. رجاء إجابة سؤالي باستفاضة، ما سؤالك؟ هل يجوز صبغ اللحية من شيب يا شيخ؟ هل يجوز صبغ اللحية من شيب؟ نعم يجوز، واتقي السواد خروجا من الخلاف، وبقيد ألا بقيد هو ألا تدلس بالشيب على مخطوبة مسكينة. عليها صيام أكثر من شهر رمضان للرضاعة، عليها الإعادة. هل يجوز التضحية في بلد غير البلد المقيم بها؟ مع العلم أني مقيم في بلاد الكفر يجوز، وإذا أظهرتها في بلاد الكفر خير، يعني إذا ذبحت في بلاد الكفر أضحيتك وزعت على الناس الذين لا يعرفون شيء اسمه الإهداء إلا من رحم الله، الذي كان على سبيل الرشوة، علمهم أن ديننا طيب وفي فسحة. ما حكم منع أخ لأختي من زيارة والدتها؟ لماذا يا ست العائلة يمنعها من زيارة والدتها؟ إذا كان بلا سبب فهو حرام. نور الهدى الهدى، متى يجب، وبارك الله فيك، متى يجب أن أصوم في ذي الحجة؟ ليس في ذي الحجة يوم واجب صيامه، إنما يستحب الصيام عرفة. وإن صمت أيام التشريق، وإن صمت العشر الأول جائز باستثناء يوم العيد كما هو معلوم. هل يجوز قبول تعويض مالي في حادث للتنازل عن قضية؟ يجوز إذا كان من حقك. هل المرأة كلها عورة ما عدا كفيها وقدميها ووجهها؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف. يا عائشة
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك ضعيف وشر الوجه والكفين. كيف أقوي صلتي بربي؟ بامتثالك أمر الله سبحانه وإقبالك على الله وصلاة الليل وامتثال ما في كتاب الله. بما تنصحني أبدأ بتعلم تفسير القرآن أم حفظ الأربعين النووية؟ الأربعين النووية يوم يومين تحفظها يا محمد بن صهيب مع القرآن، يعني كن قوي الهمة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. قال تعالى لموسى عليه السلام فخذ ما أتيتك، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. صوت المرأة عورة ليس بعورة، أما إذا كانت تخضع بالقول فتفتن فالخضوع بالقول لا يجوز. نقول إيه؟ الله يرزقك الزوج الصالح يا هبة الله، عاجلا غير آجل يا بنت. ما حكم الوضوء داخل الحمام إذا كان بعيدا عن مكان النجاسات؟ جاز. حكم بيع أحذية عليها صور أحد آلهة اليونان القديمة، أحذية زكت في النعل ممتهنة. صاحب السؤال الزوجة من غير سبب، صاحب سؤال الزوجة ظلم إذا كان من غير سبب. تفسير ارتداء، قلنا أن المكان مقام ليس مقام تفسير أحلام. هل نحن في آخر الزمان؟ بعثت الرسول محمد كلها من يوم أن بعث في آخر الزمان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل القرض المحتاج حلال أم حرام؟ القرض الربوي حرام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا حججت بدون تصريح ألفت ولي الأمر والحج صحيح. أبي يمنع أخي من دخول البيت، لماذا؟ أخوك يعني حشاش ولا أخوك شمحطي ولا أخوك إيه صفته؟ لماذا منع الأب الأخ؟ كم المدة لختم القرآن يقرأه في شهر؟ وإلا إذا كنت أنشط في أسبوعين، كنت أنشط ففي أسبوع. زوج عمتي محرم لي في السفر ليس بمحرم، محرم مؤقت لا يصلح للسفر. هل يجوز قضاء الصلوات بعد صلاة العشاء لمن فاتته عن غير تعمد؟ يجوز القضاء بعد صلاة العشاء. هل تستطيع قضاء الصلاة؟ هل نستطيع قضاء الصلاة التي لم نصليها لزاما وفي عمرك بارك الله؟ أرسطو، لماذا سماك أبوك أرسطو؟ أرسطو هذا أظن صاحب الفلسفة يا قوم. صاحب الفلسفة وبئسة الفلسفة. ما حكم حلق زوجها يشرب الخمر وجربت كل الطرق معه إلا مقاطعته في الفراش، هل يجوز لي مقاطعته في الفراش؟ إذا كان هو سكران ابتعدي عنه وهو عاقل اسمعي وأنصحك بالفراق. زوجي خمار، لماذا تعيشين معه؟ عماد والله ضروري، والدي توفى الخميس الماضي الله يرحمه، كان قد نوى أن يشترك في الأضحية معنا، فماذا نفعل؟ ضحوا عنه. يجوز تجوز الأضحية للميت. ما حكم القزع؟ أقل أحواله الكراهة لأن النبي نهى عن القزع. ما حكم حلق شعر رأس المرأة؟ حلق يحرم على المرأة أن تحلق شعرها إلا لضرورة، لكن التقصير جائز. متى تبدأ التكبير المطلق في أيام ذي الحجة؟ التكبير المطلق من أول العشر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال تعالى واذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. وكان ابن عمر، كان ابن عمر وأبو هريرة يذهبان إلى السوق يكبران ويكبر الناس معهما. ما حكم الصدقة على الفقير المدخن؟ اشتري له عينيات. حلق الذقن بشفرة مكروه أم مباح؟ حلق الذقن حرام.
هل يجوز أداء فرض الحج بدلا عن أم الميتة؟ نعم يجوز، ويستحب أن تكون حججت عن نفسك. أمنية سيد، دليل من القرآن أو السنة على أن التمثيل في المسلسلات عن الأنبياء حرام؟ هناك حوالي 6 أو 7 استدلالات، فإن شاء الله لعلي أسوقها غدا بإذن الله تعالى. وأعلم أن الذي يتشبه برسول الله ويتكلم على أنه الرسول، أولا أنه ينسب إلى الرسول شيئا لم يقله، والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إن الرسل لهم سمت، فسمت الممثل ليس كسمت رسول الله، سمت الممثل فيوهم الناس أن الرسول بهذه الطريقة والرسول ليس كذلك، ومهما تصنع لن يستطيع أن يأتي بصورة رسول الله ولا سمت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الرجل محرم لحرمة خاله؟ لا، الرجل ليس بمحرم لزوجة خاله. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهل علينا هلال ذي الحجة بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. نسأل الله أن يجعل هذا الهلال، هلال ذي الحجة، هلال خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيل عثرات المسلمين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين، ويفك أسر المأسورين، وأن يقضي الدين عن المدينين. أوصي إخواني بالتآخي والاستقامة على أمر الله في هذه الأيام الطيبة الكريمة المباركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقف يخطب الناس يوم النحر فذكرهم قائلا: أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ فسكتوا ظنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالشهر الحرام؟ أليس بذي الحجة؟ فعليكم مراعاة حرمة هذا الشهر الكريم، ومن أفضل الأشهر، بل من أفضل الأشهر الحرم التي ترى حرمتها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المذكور، ولقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآيات. واجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في نصرة دينكم، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، فقد من الله عليكم بلغة العرب التي تفهمون بها كتاب الله وسنة رسول الله، فذكروا الناس بأمر الله وأمر رسوله، وبلغوا كتاب الله وسنة رسول الله إلى خلق الله. ولقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى لرسوله الأمين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تقتصر على نفسك، ادعو الناس، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ادعو الناس إلى كتاب الله، شجعوا الناس على تعلم من كتاب الله، شجعوا الناس على حفظ سنة رسول الله والعمل بها. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ختاما أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على البشير النذير محمد عبد الله، وأكثر من الدعاء لإخوانكم المستضعفين في كل بقاع الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين.